يقول السائل: عمي متزوج من عدة نساء، وقد خلف من النساء عدة بنات وأولاد، وقد رضع أخي من أحد نساء عمي، فهل أخي يكون أخا من الرضاعة لجميع البنات من الزوجتين؟ نعم، إذا رضع من امرأة رجل، إذا رضع من امرأة رجل صار ابنا لهذا الرجل وأخا لأولاده من جميع الزوجات. نعم.